السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع هذا البيت وهي الباب تبع البيت، سبحان الله طعمه أحلى كيف. وطلع شوف في جوا هنا، بدهم يفتحوا الباب ما دام هيك. طلع كيف خلف العصفور أو بعض، وهي العصافير هي الصغير طعم أحلاهم. الله محلاهم ما شاء الله، كيف محلاهم. خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. اللهم صل على سيدنا محمد. والعشان دعي بخلي أمهم تيجي وتطعميهم. طلع اليوم الجو جميل جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هفرجيكم بالخرفان تبعتي، جبت اليوم كم من خروف من المزاد. هاي ماما، هاي خروف صغير، وهذا قوت اللي هو الثخل. شوف محلاهم ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف الجو اليوم متعب ممتع ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يا شباب استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.